يا مصر كرمك الله في كتابه الكريم، فأقسم ببعض ما فيك فقال: والطور وكتاب مسطور، وقال: والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. فاللهم كما أقسمت بذلك في كتابك الكريم، فأكرمنا في الدنيا وأكرمنا في الآخرة. اللهم إنا نقسم عليك أن تكرم مصر وأهلها وأن تحميهم من كل سوء. اللهم آمين. هو رديف رسول الله وأحد جامعة القرآن الكريم، وهو الشاعر والفقيه والمحارب. جاء إلى مصر بعد الفتح الإسلامي، وكان أحد الولاة الذين تولوا حكم هذه البلاد. اليوم نتوقف مع سيدنا عقبة ابن عامر رضي الله عنه في مصر أرض الصالحين. عقبة ابن عامر حافظ القرآن. كان هذا الصحابي الجليل قد وضع همه في أمرين اثنين، في العلم والجهاد، انصرف إليهما بروحه وجسده ونفسه. أما في مجال العلم فقد جعل يعب من مناهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى غدا مقرئا لمصر. كان فصيح اللسان، شاعرا، كاتبا، وهو أحد من جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ترك مصحفا مكتوبا بخط يده، وقد جاء في آخره: كتبه عقبة بن عامر الجهني. من أحسن الناس أصواتا، والمدرسة المصرية في التلاوة ترجع إلى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مرحبا بحضراتكم، وهنتوقف الآن مع رديف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابي الجليل المجاهد الذي ارتبط بمصر ارتباط كبير، وهو سيدنا عقبة ابن عامر. بداية أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أولا، من هو سيدنا عقبة ابن عامر لمن لا يعرفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عقبة ابن عامر الجهني من المدينة المنورة، وكان في بادية المدينة، يعني خارج المدينة، يعني كأنه ملحق بأهل البادية، فكان راعيا للغنم. بعد ذلك لما دخل سيدنا صلى الله عليه وسلم المدينة، سمع به عقبة فأتى فقال له: يا رسول الله. يبقى إذن هو سامع إن فيه رسالة، سامع إن فيه واحد جديد هو جاي وداخل المدينة، سامع إن سيدنا النبي هو رسول وعنده حاجة جديدة. فقال له: يا رسول الله بايعني. وكمان فاهم إن في حاجة اسمها البيعة. كله ده من أثر عبادة بن الصامت، اللي هو في السنة
الحداشر مثلا من البعثة أسلم هو والستة، وبعدين تاني سنة العقبة الأولى وتالت سنة العقبة الثانية ثم الهجرة. مهدوا الطريق للرسول صلى الله عليه وسلم وللدعوة للمدينة قبل مجيء الرسول وتشريفه المدينة. فلما دخل رسول الله المدينة كان في مجموعة كبيرة أسلمت، وفي 90 مهاجر هجروا من مكة إلى المدينة. الناس اللي هم استقبلوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ووجب الشكر علينا ما دعا لله دعا والأغاني دي، واليهودي اللي كان على الشجرة بيستقبلوا جدكم قد وصل، يعني إذن ففي حاجة شايعة في المدينة وما حولها. عقبة كان من هؤلاء الذين تسامعوا وأراد من قلبه متعطش للعلم وللمعرفة وكذا إلى آخره، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه البيعة. فرسول الله قال له بيعة أعرابية، لأنه لما جه وقال له أبايعك يا رسول الله، قال من أنت؟ وما يعرفوش، ما هو مش من قريش ولا من كذا. قال عقبة بن عامر الجهني. قال بيعة أعرابية، أول ما قال له جهني فهم إنه جهينا في البادية، أعرابية أم بيعة هجرة؟ قال بل بيعة هجرة. بيعة الهجرة تبقى أشد من البيعة الأعرابية. بس هو ما كانش مهاجر، هو كان مدني. لا مش واخد لي بالك، البيعة الأعرابية يبقى يبايع ويسلم ويقعد مكانه في قبلته في مكانه وكذا إلى آخره، وهو شاف رسول الله مرة وبايعه ودخل وتوكل الإسلام وتوكل على الله وخلاص كده. لكن البيعة الهجرة يعني هتلزمني، واخد بالك إزاي؟ ومن هنا جاء أن هو كان مع رسول الله، ملازم لرسول الله، مقيم معاه. والحكاية بقى أنه بيعة أعرابية أو بيعة هجرة؟ قال بل بيعة هجرة. فبايعه رسول الله بيعة الهجرة. وبعدين راح قال لهم يا جماعة احنا دلوقتي ده نبي وجاي جديد وكده، الناس اللي حواليه كلهم أسلموا. قال لهم طب احنا دلوقتي كده بعاد، ما هو مش فاهم بعمق يعني ايه بيعة هجرة. ايه رأيكم لما نعمل جدول، والجدول ده كل واحد ينزل لسيدنا الرسول يتعلم عنده ويسيب أغنامه عند اللي قاعدين؟ مظبوط، يتناوبوا يعني، يسيبوا الأغنام يعني لبعض واحد ينزل يعملوا شيفت. فالمهم انه جه الراجل الأولاني، هو كان يحب غنمه قوي من المعنى اللي أنا بقول لك عليه. فهو قاعد مع الغنم وياخد غنمات دول، وبعدين تاني يوم ياخد غنمات التاني، والراجل من دول ينزل يشوف الدرس ويسمع رسول الله ويجي يقول لهم ده رسول الله قال كيت وكيت وكيت ويعلمه. لما مضت المدة ونزل ورجع تاني زي ما يكون استعيا بنفسه، صحيح، الله ايه اللي انا بعمله ده، غنيمات ايه وحب ايه وكذا الى اخره، ايه انا هسيب غنيماتي عند حد منهم وانا هنزل لرسول الله واقعد هناك. فجاي وهو ما معهوش فلوس، واللي كان يجي من الغرباء وما معهوش فلوس وما هوش متجوز يقعد في الصفة. الصفة دي اللي هي تكة الأغوات، لو كان حد راح المسجد النبوي هتلاقيها في الشمال الشرقي يعني خلف القبر على طول، يقعدوا يتعلموا. يتعلموا ايه بقى؟ اولا الذكر، وثانيا القرآن ويحفظوه كده. وكان عقبة ممن جمع القرآن، وكان مشايخنا يقولون منهم الشيخ أحمد مرسي رحمه الله نقلا عن السيد أحمد بن الصديق إن عقبة هو الذي علم الحسين القرآن. يبقى إذن هو مشتغل بتعليم القرآن. وكان هكذا أيضا حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم،
أنه كان يعلم الناس القرآن، يعني تفرغ بشكل كامل لمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحفظ وتعلم القرآن والتفقه في الدين. ومن هنا أتى هذا الوصف الشريف اللي أنت بدأت به الحلقة، الرديف، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه اللي حصل إيه؟ أنه كان سيدنا راكب وهو ماسك بزمام الدب ماشي بيها كده. في بعض يقول لك يعني طرق المدينة أو ما حولها، فقال له يا عقبة تعال فاركب. فاستعظم أنه هو يعني يخلي النبي ماشي وهو اللي يركب. لا، ما فيعني إيه، ما استجابش. فقال له يا عقبة تعال فاركب، فخاف أن تكون معصية. إن ما سمعش كلام الرسول. ما هو ده أدم الرسول قال ومرتين يأكد. هو مش عايز يركب. فركب. فهو ده كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي بالزمام. شوف التواضع بقى، وشوف يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام. قال فما لبثت إلا أن أركبته، يعني ما قدرش يكمل الحكاية دي، أهو ارتاح شوية من المشي، ولكن راح نازل ومخلي سيدنا يركب تاني. فالرجل ده يبقى إذن أول حاجة أنه من أهل الصفة. أهل الصفة دول يعني إيه؟ يعني المتفررين للعلم. وكان مقاتلا بارعا، وكان رسول الله يجعله على الرايات. والرايات دي كانت في حياته لها قصص بعد كده، لأنه هو أول من فرض الرايات على الإسلامية على السفن، وهو لم يركب سفينة من قبل، وفرض الرايات على السفن. فكانت الرايات في حياة عقبة لها مكانة كبيرة، لأنه الرايات طبعا دي بتعمل حاجات كتير في الحرب، إنها بتميز بين الفريقين أو كذا إلى آخره. طيب أنا يعني أنا آسف لو أطلب من حضرتك أخرج الفاصل، وكلنا شوق بعض الفاصل نعرف هل 100 عقبة الموجودة عندنا هنا جنب ابن لبنان في الجيزة، هل لها علاقة بسيدنا عقبة بن عامر ولا لا؟ أو هل منية عقبة تحولت إلى 100 عقبة وهو كان المؤسس ليها؟ أستاذ الحرك بعض الفاصل إن شاء الله. أرجوكم خليكم معنا. في تجلي العشق الإلهي الذي يملأ الأرض حباً ورحمة وارتياحاً لا يعادله مكان آخر، تجد حالة من الروحانيات تسكن روحك وقلبك. فهنا في منطقة الإبجية يرقد العديد من أولياء الله الصالحين. المسجد له روحانيات عظيمة وبشهادة رواد المسجد وزائرين المسجد. فهنا يرقد عقبة بن عامر رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقالي 15 سنة بنخدم سيد عقبة بن عامر. ففي منطقة من الأحياء السكنية البسيطة تجد من يعيش فيها يحيون بمحبة آل البيت والأولياء الصالحين. فبجانب المسجد تجد ضريح فاطمة بنت الحسن الأنور من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. وعلى بعد خطوات قليلة تجد مقام ذنون المصري، والسيدة رابعة العدوية، ومحمد بن الحنفية الملقب بشاهد الرؤى. برحب بحضراتكم مرة أخرى، وما زلنا مع فضيلة الدكتور علي الجمعة مع سيرة وحكاية الصحابي الجليل عقبة ابن عامر رضي الله عنه. فضيلة الدكتور أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم. الآن نتحول إلى سيدنا عقبة ابن عامر ومصر، هذه العلاقة اللي في مجموعة من الروابط حابين نتأكد منها. أولا، متى جاء سيدنا عقبة بن عامر؟ هل جاء مع جيش عمرو بن العاص ولا في فترة تتلو ذلك، يعني أو جاء بعد ذلك؟ لو كنا متذكرين أن عمر بن الخطاب كان قلقا من فتح مصر، صحيح، وأنه أرسل رسالة إلى
عمرو بن العاص قبل ما يدخل مصر. قبل ما يدخل مصر يعني وصلته على حدود مصر اللي كان شايلها عقبة بن عامر. اللي كان شايلها جايبها من المدينة هو عقبة بن عامر رضي الله عنه. فعقبة بن عامر هو حامل رسالة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص التي يعني نقدر نقول اتأخر في قراءتها حتى يكون قد دخل مصر وسأل أصحابه 4000 اللي معاه اللي منهم الروم منهم بعض الروم أسلم ومنهم بعض فارس أسلم أين نحن في مصر أم في فلسطين؟ قالوا لا إحنا في مصر. ففتح الرسالة وقرأها إنكم أنتوا لو كنتوا جاي. وخلي بالك بقى من دهاء وذكاء وفكر عمرو بن العاص اللي عارف إن الرسالة دي هيبقى فيها إيه. فلو كنتم لسه ارجعوا بلاش دوشة ولو كنتم دخلتم يبقى على بركة الله فهنطوع أمير المؤمنين وادي احنا دخلنا. فده كلام عمرو بن العاص. فحامل الرسالة هو عقبة بن عامر. يعني كل أعمالنا وحسنات المصريين من 1400 سنة لغاية دلوقتي لغاية يوم القيامة برضو في ميزان حسناته. في ميزان حسنات عقبة بن عامر الأمين المؤتمن عند عمر بن الخطاب الذي كان يقول له اقرأ علي يا عقبة وريني كده أنت معك حاجة. قال له أنا حافظ القرآن. فكان إذا قرأ بكى عمر بكاء شديدا كان صوته حسن. ولما جه هنا علم المصريين القرآن ويمكن هو أنا بقول من عند نفسي يعني كده إنه هو سبب حسن صوت المصريين سبحان الله لانه يعني اعطاهم القران كما انزل. صاحب المدرسه المصريه في المدرسة التلاوه المدرسه يعني. المصريه في التلاوه. هل صحيح ان هو اول حد كتب المصحف الشريف بايده في مصر؟ اول مصحف يدخل مصر كان مكتوب بيد عقبه بن عامر؟ هو مش يدخل مصر هو كتبه في مصر. كتبه كامل كتبه في مصر. وكان ما هو لما واحد يكون حافظ القران بالشكل ده وبعدين كمان يكتب المصحف يبقى ده من كبار العلماء. عقبة بن عامر كان أول مفتي لمصر. أول مفتي لمصر لأنه كان يجلس فيسأله الناس فكان أول مفتي لمصر هو عقبة بن عامر. يعني حضرتك بقى نقدر نقول كده من أحفاد سيدنا عقبة بن عامر بقى في ترتيب يعني من ناحية المهنة هو في سندنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محدثا يعني هو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وفي ده رواية في أكثر من 50-55 حديث عن عقبة بن عامر. وانت سألت قبل الفاصل عن 100 عقبة صحيح كل 100 كذا 100 بدر حلاوة 100 كذا منية هي منية عقبة بن عامر. فعقبة سأل معاوية لما كان هو خليفة وكان عقبة يعني مفتوح الحكاية بينه وبين معاوية إنه هو عايز حتة يبني فيها حاجة زي ربع كده حاجة زي حي جديد يعمله. فوهب له في الجيزة بناء على الشروط اللي بين المسلمين وبين المصريين وهب له 1000 ذراع في 1000 ذراع 1000 ذراع في 1000 ذراع. الذراع 42 سنتي. فلما تضرب في 1000 يبقى 420 متر. يبقى 420 متر في 420 متر يعني 160,000 متر اللي هي 100 عقبة وكانت بداية 100 عقبة مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. واضح ان اهل متعقبة الكرام هم بيسمعوا الكلام ده يكونوا مبسوطين جدا يعني. لعل فيهم حد بقى من احفاد سيدنا في بقى العقبية ساكنين بجوار القبر لان هو لما مات رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه دفن في المكان اللي هو في المقطم بقى. فلما دفن في المقطم اهله وولاده كده بنوا حوالين المقبرة دي. مقبرته دي هي التي كان قد دفن فيها في السابق عمرو بن العاص. معاوية جاب بعده رجل يمكن ان احنا يعني نفرد له حلقة وهو مسلمة
ابن مخلد. ابن مخلد. ابن مخلد. ابن مخلد. طيب مولانا معلش عندي سؤال، هل هو تولى ولاية مصر وبرضه فكرة إن سيدنا علي عزله بعد مقتل سيدنا عثمان، هل كان ليه علاقة بشكل أو بآخر بخروج بعض الناس لحصار منزل سيدنا عثمان في المدينة؟ هو ما كانش عقبة الوالي وقتها؟ لا ما كانش عقبة الوالي ده، كان عبد الله بن أبي صرح وكان من قبل عثمان. مظبوط. فخد الجماعة بتوع خربتة وراح بيهم إلى عثمان. وكان اتهم هو نفسه عبد الله بن أبي صرح ده الذي هو عينه عثمان، اتهم أيضا بأنه هو الذي كان شريكا، كان في فتنة ولذلك سميت بالفتنة الكبرى. لكن هو اللي حصل بعد كده إن معاوية عين عقبة بن عامر ولاية مصر، ثم بعد ذلك جه على سنة 47 ولا كده وراح شايل عقبة بن عامر، فقال لمسلمة روح وروحوا اغزوا البيزنطة. فابتدوا يركبوا البحر ويرسموا، وقال له بقى وانت في السكة خد الحكم منه. وهو ماشيين في رايحين للبيزنطة قال له جه أوامر من الخليفة إن أنا هاخد الحكم وانت ترك. قال سبحان الله ما أنصفني معاوية، يعني بعد كل الخدمة دي يعمل كده؟ غربة وعزل. فالكلمة دي وردت عن عقبة بن عامر، ولأنه مسلمة خد منه الحكم وهو فيه. ولكن شوف بقى لما خد منه الحكم وهو في وسط البحر ما اتكلمش، خلاص اتفضل خد الحكم وتولى المسؤولية، ولكن انت عملت حاجة ما تصحش، واخد بالك؟ فيعني كانوا أكابر برضو حتى في القضايا دي. وانتهى به المطاف إلى انفاضت روحه الكريمة إلى بارئها وهو على أرض مصر. رجع أرض مصر واهتم بقى بشأن القرآن وشأن الفقه وشأن كذا إلى آخره، إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى. فعقبة الحقيقة هو ما زال له عقب للآن اسمه العقبية. وكل واحد في اسمه العقبي اسمه كده هو هيبقى له نسب مع عقبة. لدينا أصدقاء كتير من العقبية. من العقبي. طب محمد العقبي وكابتن هاني العقبي هيفرحوا برضه دلوقتي يعني. حلقة دي مليانة أفراح لناس كتير يعني. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه من الناس اللي ميزان حسناتهم هيمتلئ بإسلام المصريين وإحسان وحسن إسلامهم وحسن أدائهم المدرسة المصرية في القرآن، المدرسة المصرية في الفقه، المدرسة تكونت منها هؤلاء الأكابر رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. أنا بشكر فضلتك شكرا جزيلا مولانا على هذه المعلومات الجميلة والقيمة عن سيدنا عقبة بن عامر. أهلا وسهلا، شكر جدا لحضرتك، شكر موصول لحضرتك، إلى اللقاء. الدين هم بالليل وذل بالنهار، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسدد ديننا وألا يبقى علينا شيء في ذمتنا، وكان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويسدد عنك دينك. ومن لزم الاستغفار جعل الله سبحانه وتعالى له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من المجربات في سداد الديون.